مشاهدينا أهلا بكم. حرب إلكترونية شرسة تعترض أمن الأنظمة المصرفية وتهدد سرية المعلومات لدى الشركات والبنوك في دولة الكويت. مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي تداولوا خبر تعطيل خدمة الكينت في البلاد منذ يوم أمس والذي امتد حتى اليوم، ما جعل المختصون في مجال أمن المعلومات يكررون التأكيد على ضرورة تغيير الأرقام السرية وعدم تشابهها في أكثر من موقع. كما تداول المستخدمون أيضا تصريح الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة كينت السيد عبدالله العجمي، والذي أفاد بأن الشبكة قد تعرضت لمحاولات تعطيل جاءت من أماكن مختلفة في العالم، وكإجراء احترازي قامت الشركة بحجب مؤقت لاستخدام الشبكة من خارج البلاد. المغردون طالبوا بتقوية ودعم نظام الحماية في الإنترنت ليكون على رأس قائمة الأولويات لدى البنوك والشركات والمؤسسات الحكومية حتى لا نكون عرضة لخطر الاختراقات الإلكترونية.